بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنلعب لعبة جديدة اسمها ليك فيو كابن ريس سبيس تو ستارت. كده مظبوطة. انا المفروض ان انا هعمل ايه؟ انا اقدر ابدل ما بين الشخصيات. كويس جدا. لا انا محتاج رصاصات. The sewer scream at me. The sewer. Sewer ولا اه sewer. انا شايف ان انا اخد الراجل بتاع السينما احسن عشان معاه كشاف. ده ليها كذا جزء. طيب احنا نبدأ بسري. ها ادينا بدأنا اللعبة اول يوم. تمام، ايه بقى اللي المفروض نعمله؟ لا 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 لا، ايه ده ايه ده؟ انا بقى انا عايز احط دي هنا كده. انا عايز مفتاح، عايز المفتاح عشان اعرف افتح الدور اللي فوق، عشان عايز الشوت جن. اللعبه رخمه قوي في الحركه اللي هي زي دي. انا اجيب مفتاح منين؟ لا لا، انا كده ادوس صحابي. انزل احسن. عبيطة ربنا، ده انا اهبل منها. خدي بقى، خدي تاني. يا لهوي، ايه اللي انا عملته فيها ده؟ ايه ده؟ دبليو سي حمام. ودي ايه دي؟ بيبس كنز. الله، دي مساحة. متخلصش ولا ايه دي؟ انا اشربهم كلهم. دبيرة، انا دايخ. يا نهار اسود، انا ما اقصدش. ايه ده؟
بس حلو برضه، خليه ماشي مالت كده عشان الدنيا برضه تبقى. ها المفتاح اهو اللي كنت بدور عليه. طيب هنعمل ايه بقى؟ تقريبا اللي في بالي هو اللي صح. الدنيا بتليل، الدنيا بتليل. ماخدش بالي اوي من الحاجات دي. البندقية كانت فين؟ البندقية كانت هنا، البندقية كانت هنا، البندقية كانت هنا. ايوه فاضية. طب فين الشوت جان؟ يا الأيام بتجري بسرعة أوي. الكشاف ده أحسن حاجة دلوقتي. احنا عايزين بقى ايه؟ نرفع البتاعة دي. طب هو ايه لازمتها؟ طب الحاجة الأسلحة أكيد في حاجة هتحصل. أنا موت الكلب، يا نهار أسود. يا أم البتاع الوسخة دي بقى. أكيد في حاجة وسخة تحصل. خضة وأنا مش مستعد لكده. المرة دي خدت بالي. البت دي خلاص ماتت، خلاص ماتت. عمال تجيب في دم من الصبح. آي رجلي اتكسرت يا حلاوتك. الكلب كان ميت هنا يا عيني. تعالى بقى. غربان يبقى فيه حاجة وسخة. نزلت من المشي البطيء بتاع البيت دي. يا دين الله.
انت لسه سكران. موتها؟ طب البتاعة دي بقى كانت ما كانتش كده، ايه اللي خلاها بقت كده؟ كبريت يا باوي يا خابي. تاني ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ ايوه بقى، انا كنت عارف وربنا ان يحصل حاجه زي كده. انا بقى ايه، هطلع من البيت ورجلي مكسوره دي، اطلع انفخ امه يا لهوي. انا اسف، انا مش هنفخ حد. انقذوني انقذوني. مفيش غير الشخص دوت. يا رب الماية ما يكونش فيها حاجة يا رب. الحمد لله يا رب. يا عم بقى خد ايه ده هواك. لا ها خدوش مني بقى، تعالى النجدة. ممكن ده يموت ولا اجيب التاني احسن. بنزين نفسك بقى. يلا يلا، ده انا احسن من اي حد. انا مش احسن من اي حد، انا موت. You, your dog and your friends are dead. Game over. كم مولع كده. ده حلقتنا النهارده يا جدعان، اشوفكم في حلقه ثانيه وعدد في الفيديو. اضغط لايك وتنسى تشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.